عم بسبح ما عم بخلص سباحة، عم دور على حدا ما عم لاقي حدا، أكل ما في، شرب ما في، وأنا هربان من الفقر. طلعوا تجار دم، ما طلعوا مهربين. أنا هلا عملت فيهم إفادة تحت، شخص شخص، اسم اسم. لك مين ما كان يكون؟ مين ما كان يكون؟ قال لي ادعاء شخصي، قلت له ادعاء شخصي. المهربين اللي بالقبة الشغالين هن ثلاثة، والبقايا بيستلموك بالمنيا وبيشتغلوا بقى شغلهم هن هنيك. عم بيقولوا لنا انه في معنا شنطات ومعنا اغراض، والشنطات كلياتهم قلبهم اكل وشرب. موجودين بقلب البيت. لما طلعنا مشينا قالنا هلا 200 متر لقدام بيلاقيكم، بتلاقيكم فلوكه ثانيه بتعطيكم اغراضكم. طلعنا من المنيا وسحب صاحبي وحده روح، ما عدنا لقينا حدا ابدا نهائيا. هلا لما طلعنا من المنيا ما طلع قاس. كبسه هيك. هيدي الروحة هيك وين صار الله أعلم. رجع لاف بهالبحر قص وطلع بنص البحر. خمس جالونات ميزوت صرفناهم بالمياه اللبنانية هون. نحن كل اللي معنا ست جالونات ميزوت. فضينا لنا الجالون آخر جالون وفتنا على المياه الإقليمية. ما مشينا شيء. انقطعت. سماء وماء. دير مندورك كلياته. 10 أيام. لا أكل. لا شرب. لا أبوعة تغطي راسك من الشمس. لا محل تفوت فيه على الحمام. كيف بدك تفوت على الحمام؟ شو اكل لتفوت على الحمام؟ بكي قد ما بدك، صريخ قد ما بدك، تدعي العالم، تصرخ. معنا عيال، معنا اطفال، مات معنا ولدين اول يومين دغري. ميتوا معنا ولدين دغري ما تحملوا. نار نار نار، لك مسلوق صلاة انا نار. يعني عن جد الشوف غير الحكي. والحول اللي نحن كنا فيها غير الحكي كليا. يا اما الله 10 ايام ما حدا عم يرد علينا. البواخر هي اللي كلياتها سافه هون بالمرفق تحت، هي ما بتوقف لها ولا ممكن توقف لها. وشافونا وشعل الدولاب. انا من على الفلوكه، في عليها دولاب، شعل الدولاب. وحملوا اخوك عبد اللطيف كمان شوي عني للدولاب كمان علاه. نصفر ونعيط ونشكشك ونروح على الفلوكه ونعيط لفلان، ولا حدا بيساعدك ابدا. يعني تخيل انا نايم واجر جاي علي من هون، وعبد اللطيف نايم هيك، ومصطفى ميدت اجريع على هيدا. 40 شخص على 7 امتار، 40 شخص على 7 امتار، ثقيله المي كثير، ما كانت تتقدف معنا ابدا. ثقيله 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 كثير. هالعيله السوريين اخذه معنا، اخذه معها كيس حر هلا قده مطحون. فهيدا الهندي جاع كثير. ربع يوم جاع، جاب شوية حار حطهم بقلب مجمع ونزلوا بقلب البحر. عبى شوية مي وملح، خضن خضن على أساس إنه يكسر الملح. خضن 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 وشربهم. بعد شي ساعة ونص إجا ميت. إجا ميت ميت رسمي مثل ما هو قاعد على الفلوكة، كما شو رفقوته كبوه على المي. ثالث يوم ربع يوم قرر أخوك هو مصطفى الدنيوي، لأنه اكتئبوا وزهقوا، قرروا إنهم يلبسوا وينطوا. وين عبد اللطيف؟ قال لي وين الله بيسرى معنا ما حدا بيعرف. لبسوا صلوا ودعوا العالم اللي موجوده على الفلوكه، وقفوا ودعني وقال لي الله يرضى عليك، اذا ما رجعت سلمني على اخي محمود. اليوم الرابع نطوا اثنين بنجلاتشيه، واليوم الخامس هو اللي نط هو انا. راحت لوحدي ضليت شي ثلاث اربع ايام بالمي، ضعت بقلب المي، ضيعت الفلوكه، ضيعت اي اتجاه نزلت فيه بالمي، ضيعت وين صفي الفلوكه لارجع ارتاح عليها. حتى مت الدنيا، حتى مت العين، ما عاد مبين شيء ابدا. انا عم بسبح عم فاتح تمي بقلب المي، عم خلي المي يفوت على تمي اصلا مشان يضل تمي مرتوي وابزقهم. انا عزيز هدول هون سنيني كلياتهم حيوقعوا حيتكسروا. منين؟ ما عم بستطعم لا بمي لا بقهوه لا باكل لا بشرب لا باي شيء ابدا. انا ماكلني السمك انا ما عاد اقعد كلياتني. بعدين في نديل ضربتني صعود كهربائيه ليك هون وهون معلمه. هن اللي مفيقوني، هن اللي معيشيني ليكن. ها من شو هيدي؟ هيدي ملح. هي ملح قد ما وقت كان منشف الملح على وشي عم بعمل هيك انجلف القشره، جلفت اللحم كلياتها. انت وعم تسبح بالمياه الاقليميه بس تطلع ايدك بروط المي خلص تعبت، خلص تعبتك، بدك تغرق. بدك تخلي ايدك بقلب المي وتخلي راسك بس مبين تسبح بقلب المي، خلي ايدك بقلب المي تسبح على الرؤية. اسعدي اسعد، انا هربان من هون من الفقر ومن القرف ومن كل شيء، وصلت لهونيك لقيتهم دبل دبل.
انا غرقت حوالي مرتين ثلاثه لانه قيست محمود. قلت شو بدي اعمل؟ خدت نفس ونزلت تحت المي، على عزة الروح كبني المي لفوق. ما بدي روح يا عمة الله، ما لي الا اضويه. اضويه اضويه بعيب، اضويه بواخر. اصبح عليهم للبواخر ما لاقيهم. من باخره لباخره 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 قطع كيف قطع ثلاث ايام كيف. الله دخيل اسمك يا رب، الحمد لله رب العالمين، ما حدا بيعرف. اليونيفيل مارق. عيطت لهم هو قلت لهم كذا شافوني. كبولي شومبرين، هن كبولي شومبرين غميت بارضي وقعدني. غميت غميت ابدا. نزلوا اليونيفيل اخذني واستفسر سالني قال لي معكم حدا؟ قلت له ايه اسا معي، معنا فلوكه وعلي عالم هيدي الفلوكه. وفعلا دوروا هوليكوبتر، طلعت الهوليكوبتر عليت بالمياه الاقليميه، حددت موقع الفلوكه وين هو وبعتوا عليهم بيرجه تانية. اخذتهم سحبتهم وروحي. طلعوا تجار دم ما طلعوا مهربين، طلعوا تجار دم ما طلعوا مهربين. هن هدفهم براسهم انه نحن نقطع المياه اللبنانيه نفوت على المياه الاقليميه ويقسموا المصاري بقى على بعضهم. هن هون 5 مليون كل حيلا شخص دافع 5 مليون. الدولة اللبنانية مشاركة معهم بيالها قريبة، لأنه نحن لما طلعنا في عالم بلغت عنا يا عمي. مظبوط فعلا. لما وين الدولة؟ لما غمشتنا؟ حتقلي هلا الفلوكي أسرع من خفر السواحل اللي عنا؟ من المنيا على الجنوب ما حدا قدر كمشنا أبدا. بعيدة مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة. إذا واحد جايبينه من المياه الإقليمية من المي ميت على المستشفى عاملين لي ظبط 100,000 انا ونايم. ما معي هويتي، ما انا معي كانت بنفس الوقت. والله العظيم هسه بتقلي ما بدك تعيدها؟ لا والله العظيم بتقلي رويح بالطنجره، بالطنجره رويح هالمره، ما بالشومبرين بالطنجره رويح. قبرص يونان امريكا شو ما بس طلعنا برات لبنان، بس خلصنا من الجوله نحن فيه.